طلباتك تبغى جينز ولا سبورت؟ سلوال اسود ولا وش طلباتك تبغى جينز ولا سبورت؟ سلوال اسود ولا ايش تبغى لون؟ اسود. اسود وفنيلة بيج. سلام هلا. سلوال اسود وفنيلة بيج. قبابية تبغى؟ كنادر. ها انت هبشح موخر. ما ضيعني والله ما ضيعني الا انت. اي والله سلوال اسود وفنيله بيضاء بيضاء بيض اسود. يا اذا ما وصلتوا في الاخوه انكم تتبادلون الهطامير. سلوال فنيله. هيا جحدها يا رشدة. اجحدها ورد علي بخوارتها. لا لا زهني بدك سلاوي اكو. هاي توكلنا على الله. Ask me on the other thing I can crawl to fill it all, still must embore. So ask me. قولوا لا إله إلا الله. انا عندي اعلان واعطوني سيرانيو مثل ام سي واليوم قلت لهم انا بسوي الاعلان بطريقتي علشان اللي عندي يفهمون بطريقتي باسلوبي في موقع حق انجليشي اسمه تفاصيل يعلم كل انجليشي يا حبيبي من الصفر اللي انت ظليه ونعم صدي براس تتكلم حتى مع عصبيتك في البيت انجليشي مع اخوتك مع العمال مع الدكاترة الى منك رحت المستشفيات تتكلم انجليشي في 3 شهور الكلام هذا كله تتعلم انجليشي في 3 شهور وش المميزات حقت هذا المعهد وش عند المعهد هذا يعني شيء يميزه عن بقية المعاهد الشرح يا حبيبي في قاعات مباشرة عن طريق الانترنت حلو الشرح محفوظ في الموقع تقدر ليه لازم شوف في والله اليوم انا عندي غدا معزوم على غدا ومعزوم على عشاء الا منك ما حضرت الدرس تلقى الدرس محفوظ تدخل في اي وقت تسمعه يعطونك تمام كل يوم وكل أسبوع وكل شهر تمارين أسبوعية يومية وشهرية إلى منك تخرجت إن شاء الله يهب لك شهادة معتمدة من وزارة التعليم وتقدر تحطها في نظام فارس 5 يوصلك تنبيه على الجوال قبل المحاضرة بربع ساعة عشان فاغر ما هلاش خيرك يهب لك رسالة تقوم تظلي ولعم حي بقلبك قم يا فصيخ عندك محاضرة يعلمونك يعني عشان الى من فاغر تفطر لعقلك عندهم اختبار تحديد المستوى يهبون لك اختبار يحددون انت فين والله انت تحتاج انك تبدا من الصفر والله انت تحتاج يعني يشوفون كيف وهذا مجانا يهبون لك مجانا الكلام هذا كله في ثلاثة شهور يدرسونك ويعلمونك سمعت ولا لا الدورة كم قيمتها؟ ب2000 ريال ولكن إذا استخدمت الكود حق الخصم سعيد تنزل قيمة الدورة من 2000 إلى 799 وش أنت في حرة؟ والله يا تطبيق تفاصيل هذا والله إنهم ما خلوا شيء وفروا لك كل شيء شهادة معتمدة إلى منك ما حضرت الدرس تلقى الدرس محفوظ عندك في الحساب حقك يا ولد وش عاد تبغى؟ ورب الكعبة الله يعطيهم أنا عن نفسي والله أني سجلت معهم أنا يا سعيد حنش أنا بتعلم إنجليزي سجلت معهم والدورة ترى ما عاد بقي لها شيء وتبدأ والله ما معي قروش والله أفلحت قروشي غلقت عندهم تابي تمارة أفتح لعقلك يرحم أمك عندهم تابي تمارة أفطن تفقه في الإنجليزي الإنجليزي صار الحين مطلوبا في كل مكان حتى اللي متوظف يبغى يترقى ولا يبغى يتعلوى في وظيفته انجليشي كل ما رحت تقدم في مكان قالوا لك انجليشي هيا تعاقد انجليشي وش عاد تبغى طيب هذا موقع تفاصيل للتدريب الدورات اللي عندهم الدورات الأكثر طلبا كورس لغة إنجليزية لمدة شهر بعدين عندهم لمدة شهرين
عندهم برضو كورس أطفال شهرين، عندهم دبلوم لغة إنجليزية، هذا اللي أنا تكلمت عنه قبل شوية، عندهم كورس لغة إسبانية، لغة فرنسية، لغة صينية، وجمل إنجليزية، كورس حق جمل إنجليزية. حطيت كود الخصم سعيد، تطبيق الخصم تطلع 799 ريال. حطيت كود الخصم اللي يعرف لي مطوع، اللي يعرف لي شيخ، اللي يعرف لي، ابغى واحد يجي يقرا على بيتي المروح ذاك. والله اني ما هلا احط راسي واغمض عيني اسمع كان في ادمي يهمس في اذني، لدرجه انك انت تشك يا ولد انت سمعت صوت صدق ولا يتهيالك ولا تتحلم. ترقد في نص النوم يندق الباب حق الغرفه وانت لحالك في البيت، أقوم أحس بواحدة من خواتي جات ولا أمي جات ولا مخلوق في البيت. أنا يا ربي تعبت، ربك عبني تعبت. يا سكان هذا البيت يا بنا اندروا اندروا بالله عليكم انكم تفلحون كأنكم من ياي، انتو غير مرحب بكم من ياي. يا سكان هذا البيت انقلعوا، قرعكم الله اندلوا. يا ولد لي ساعة دب. والله يا عيال بغيت اروح احلق قبل شوية ولكن جاني شك وريبة في نفسي، والله الخرعت. انا عندي معلومات بس ماني متأكد منها، ان اللي يبغى يضحي ما يقطم اظافره ولا يحلق لا وجهه ولا راسه ولا، فقلت يا رجال اصبر لين بكره اقطع الشك باليقين لين بكره ويحلها ربك. سمعت ولا لا؟ حتى احتمال اني اضحي ما هو اكيد، بس لو اني بضحي يكون اني ايش اخذت حساباتي واحتياطياتي. اللي عنده خبره واللي عنده يعني معلومات بالله اعطونا يعني علمونا، خلونا نعلم بعضنا بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام الله أكبر لبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصليا، لبيا لبيك ربي. أبشروا أبشروا بالخير، التبرعات حقت سقيا الحاج المفروض انها تقفل بعد ربع ساعة، مددوها الجمعية الله يجزاهم خير لين الساعة 4 العصر. ليش مددوها؟ لان الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى وصلنا 91% من المبلغ المستهدف، 91% بشركم، باقي 9% راح الكثير باقي القليل، نحط يدينا في يد بعض ونجيب 9% باذن الله نجيبها قبل الساعة 4 العصر. شدوا حيلكم يا عيال، اغتنموا الاجر، يوم عرفة وعشر فضيلات، افزعوا اصعقوا. وش حالك؟ سلام عليك، لا يرحب ولا سلمه ولا ويا عيني لا لا ذكرى جميله تذبحنا بنات ما يحتاج.